اهلا وسهلا اعزائي المشاهدين وحلقه جديده من برنامجكم برنامج نجوم المستقبل وبحلقه مميزه، ذكرت انها مميزه لان متواجدين في نادي الجهره احد الانديه الكبيره اللي صدرت للكويت والمنتخب الوطني لاعبين مميزين امثال مطير شرقاط وخلف السلامه وال سليمان ونواف الجزيد في الجيل السابق والجيل الحالي. خلكم معانا وتابعونا بعد هذا التقرير لنتعرف اكثر على ابناء القصر الاحمر. تأسس نادي الجهراء سنة 1966 للميلاد باسم نادي الشهداء، حيث يقع في أكبر محافظة وهي محافظة الجهراء في دولة الكويت، وهو النادي الوحيد بهذه المحافظة، كما لقب أيضا بأبناء القصر الأحمر. لعب في نادي الجهراء العديد من النجوم الذين مثلوا المنتخب الوطني خير تمثيل أمثال وائل سليمان ونواف جديد وسلامة هادي ونواف جابر ومطير شرقاط وخلف السلامة وفلاح دبشة وغيرهم، ولا يزال النادي يغذي المنتخب الوطني من اللاعبين المميزين. حلقتنا لهذا اليوم لفريق البراعم في نادي الجهراء من مواليد 2001 وحتى 2005 تحت قيادة المدير العام لكرة القدم السيد يوسف كريم. هذا وتضم فرق المدرسة بنادي الجهراء 65 لاعب، ويسعى النادي لإنشاء جيل من القاعدة وصقلهم وتنمية مهاراتهم الكروية من أجل خلق جيل من نجوم المستقبل لخدمة النادي والمنتخب والرياضة الكويتية. أعزائي المشاهدين، نبدأ في أولى فقراتنا فقرة الموهبة واللاعب فهد الشمري الملقب برينجو. بالبداية نقول لك يعطيك العافية، سبب تسميتك برينجو عرفت ما شاء الله مسجل خلال 7 مباريات 24 هدف، كذلك هداف الدوري العام للموسم الماضي، كلمنا عن هذه الموهبة. أول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، الموهبة هذه على اللقب رينجو في محترف كان بالقادسية اسمه رينجو البحريني، على ما أتوقع بحريني. فهذا فجيت هني كنت لابس الفانت القادسية في هذا المكتوب من ورا رينجو، فربعي هني قالوا لي بشنو مكتوب ورا، قلت لهم رينجو. عاد شوي شوي قالوا رينجو رينجو، بلا ما سموني رينجو ايش، كنت شرط عاد على الكويت كلها وصرت هداف الدوري ان شاء الله. طبعا يعني ما شاء الله بدت بالموضوع فيها يعني مزاح من ربعك وضحك، لابس تيشيرت على اللاعب البحريني رينجو اللي كان محترف في القادسيه فعلا صحيح، وبالاخير يعني راحت عليك لقب رينجو. لكن احنا فهد الشمري الملقب رينجو، كلمني هذه الموهبه، هل يعني لقيت لها الاهتمام في نادي الجهره؟ هل تمارين خاصه من المدرب؟ هل قاعد يحرص على تمارين معينه لك داخل الفريق؟ اي والله الله يعطيه العافيه كابتن الصربي المفيد الله يعطيه العافية، هذا على التمارين الطيبة، وأشكر الكابتن بيوسف كريم وفيصل كريم على الأداء الزين، وقاعد يعملوني المعاملة إني ولدهم والله. ممتاز، يعني إذا المعاملة الطيبة والاهتمام من قبل المدربين. كلمني عن يعني تسجيلك ل 24 هدف ما شاء الله من سبع مباريات، رغم أن أنا عرفت أنه ما أخذوك المنتخب، ما حبطك أنك ما رحت المنتخب رغم أنك مسجل يعني اسمك هداف الدوري للموسم اللي طاف، ووجود 24 هدف بسبع مباريات. والله على سالفة المنتخب عادي، المنتخب هذا قسم ونصيب، أنا رجال غير كويتي، بس إن شاء الله بإذن الله المنتخب جاي إن شاء الله. طبعاً إحنا بالكويت حتى وإن كان شخص من غير محددين الجنسية أو غير كويتي نتبنى هذه المواهب، إن شاء الله يلتفتوا لك إن شاء الله ويكون لك تواجد في المنتخب، كون إنك أنت قاعد تعطي داخل الفريق كويتي بنادي الجهرة ومواليد هذا البلد. ومع النجم فالح الجار الله ابن اللاعب خالد الجار الله، بالبدايه نبي نقول لك اختيارك لنادي الجهره، هل لان الوالد كان يلعب في هذا النادي وهو احد ابناء هذا النادي، ولا انت حاب كنت تلعب الجهره؟ لا، ابوه كان يلعب بهذا النادي وانا سجلت في هذا النادي عشان اصير مستقبل واطلع مثل ابوه. فالح كلمني عن مركزك بالفريق، وين قاعد تلعب؟ هل في نفس مركز الوالد؟ الوالد كان يلعب باك، انت وين مكانك قاعد تلعب بالفريق؟ هل راح نشوف مركز جديد مع عيال جار الله؟ العب قلب مدافع. قلب مدافع كذلك من المراكز المتواجده في الدفاع. كلمني عن التمارين اللي قاعد تتمرنها داخل النادي، كم ساعه قاعد تقضون من تمارين؟ كذلك شنو ان كان تمارين خاصه لك في مركزك اللي هو قلب الدفاع؟ تمرين لاعب، استحواذ على الكوره، اللياقه، يعلم على شلون تدافع وتطق هيد راس
تاخذ توجيهات من والدك كون انك انت يعني والدك لاعب معروف في المنتخب كان وفي النادي الجهره وهم احترف لنادي الكويت؟ نعم. تاخذ توجيهات منه يوجهك ساعات في بعض اللعبات؟ ايه. زين والدك بيوم من الايام لعب خارج نادي الجهره راح لنادي الكويت، لو جالك عرض بكره اذا كبرت راح تترك الجهره ولا راح يكون لك نادي معين ودك تلعب فيه؟ الله اعلم والله. منو من الانديه الاوروبيه اللي ودك تلعب فيها لو جالك عرض بكره؟ ريال مدريد. خالد يوسف كريم سلمان نجم من نجوم الجهره وكذلك ابن عائله رياضيه، هل انت يعني كنت في هذا الفريق ولعبت كره القدم من اجل ان عائلتكم رياضيه كذلك ان جدك اسم يحمل اسم احد الملاعب اللي قاعد تمرون عليها ولا انت موهبه من الاساس؟ اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم واني موهبه من الاساس. جدك كان انه يلعب هني كان يلعب واسمه بالملعب، شنو شعورك وانت تتمرن في الملعب نفسه اللي باسم جدك؟ شعوري بالفخر. و عارف وين كان يلعب والدك في اي مركز وجدك في اي مركز بالفريق؟ والدي كان يلعب بهجوم وجدي مدرب. وانت شنو وين تلعب باي مركز؟ انا قلب. قلب شنو؟ قلب دفاع. قلب دفاع، يعني ما شاء الله العائله تنوعت في المراكز كلها، كلمني عن التمارين اللي قاعد تاخذها داخل النادي، هل قاعد تشوف التطور من مستوى المدربين، هل قاعد يخصونك بتمارين خاصه كونك انت تشغل مركز مهم قلب الدفاع؟ لا ومدربين ما قصروا، كابتن مناور وكابتن مفيد وكل شيء سوى مهار وقلب كل شيء. رحت للمنتخب ولا بعد ما اختاره؟ لا بعد ما اختاره. ودك تلعب بالمنتخب، شنو هل من طموحك انك تلعب بالمنتخب؟ قول لي شنو حلمك في كره القدم، شنو ودك توصل في كره القدم؟ مش العب بالمنتخب وياخذون ان شاء الله نشوفك من اللاعبين اللي يتميزون بالمنتخب، وان شاء الله ان كان في شيء يسمونه احتراف الحين عارف وتشوفون ان كان في احتراف وين النادي اللي ودك تلعب فيه؟ اي نادي عندك الانديه موجوده على ملء البصر سواء اوروبيه اسيويه عربيه. نادي غطيه. النجم طلال سلمان بدايه نقول لك يعطيك العافيه، قاعد نشوف احنا ما شاء الله يعني تمارينكم والتصيحات هذه اللي قاعد نسمعها، كلمني عن مركزك وين تلعب وكم هدف سجلت خلال المباريات اللي لعبت فيها. اول شيء بسم الله الرحمن الرحيم، انا العب هجوم وحط 6 اقوال بسبع مباريات. ما شاء الله 6 اقوال في 7 مباريات، معدل تهديف في كل مباراه. هذه الاقوال اللي سجلتها يعني هل كان لها تمرينات خاصه؟ هل طبقت تمرينات كانت في النادي وطبقتها في المباريات اللي لعبت فيها وسجلت؟ نعم. في اقوال فعلا يوم جبتها كان منها تكتيك كان عاملينه في النادي؟ اي من المدرب. اذا يعني التمرينات لها دور والتكتيكات لها دور، كلمني عن يعني اكثر التمارين اللي يحرص عليها المدرب في النادي هني، هل في الجانب اللياقه ام في الجانب التكتيك؟ كلمني عن اهم التمارين قاعد تمرنونها خلال ساعات التمرين. التمرين اهم شيء عندنا الكوره او الاستحواذ والمهارات. الاستحواذ والمهارات، طبعا نادي الجهره في يعني العديد من اللاعبين المعروفين واللي كانوا يلعبون المنتخب، منو من اللاعبين اللي انت معجب فيهم من السابقين ومعتبره قدوه لك؟ وائل سليمان لاعبنا الجهره والسابق ومنتخب الكويت. النجم مشعل النشمي بدايه نقول لك يعطيك العافيه، في البدايه ودنا نعرف مركزك، خط لقاء مع المدافع وخط لقاء مع الهجوم، وباقي عاد نشوف اللاعبين المراكز الاخرى وين تلعب وشنو من مباريات لعبتها خلال هذا الموسم. لعبت بمباريات كل المباريات لعبتها، وش اسمه العب نص خط النص. النص في عده مراكز، يعني في ارتكاز وفي صانع لعب وفي نص متاخر وفي نص متقدم، انت وين مركزك بالضبط؟ نص اطراف، من اطراف نص يمين او نص يسار. نص يمين او نص يسار، معناتها تجيد اللعب بالريلين ولا رجل واحده تلعب اكثر؟ رجلين. برجين تلعب، كلمني عن افضل مباراه لعبتها خلال هذا الموسم وطلعت والمدرب مستانس منك واثنى على ادائك. لعبت مبارتين احسن، لعبت الكابتن كان واثق فيني، لعبت مع الشباب، لعبت ويا صليبي خات. قدرت تصنع فيها شيء، تسجل هدف وتصنع؟ نعم صنعت اهداف واجد. يعطيك العافية، منو من اللاعبين اللي تعتبره قدوة لك من لاعبين نادي الجهرة سواء الحاليين في الفريق الأول أو السابقين؟ أحمد نومان. النجم محمد نشمي نومان، أنا قاعد أشوفك لابس اللبس الأزرق، أنت تلعب في أي مرحلة في أي سن قاعد تلعب بالفريق الجهرة؟ 2003. 2003 يعني سن 10 سنوات عدل؟ كلمنا عن التمارين اللي قاعد تاخذونها، شنو قاعد تاخذون؟ كم ساعة قاعد تمرنون؟
ساعة ونص. ساعة ونص، قادر توازن ما بين دراستك وما بين حضورك للتمارين؟ لأن أكيد أنت طالب حاط وقت للدراسة وحاط وقت للنادي، قول لي شلون طريقتك منظم وقتك، شلون منظم وقتك؟ أجي من المدرسة أحل وجباتي بعدين آكل بعدين أروح النادي. منو يجيبك النادي؟ تجي مع والدك ولا مع باص؟ والدي. والدك. كلمني عن شنو ودك تصير في يعني نادي الجهرة يوم تكبر وتكمل مع الفريق، شنو حلمك توصل؟ تبي تلعب للمنتخب، تبي تقعد بالجهرة ولا ودك يطلع لك عرض لبرا؟ لا والله اقعد بنادي الجهرة واروح المنتخب. النجم عبد الله الدعاس، بالبدايه كلمني في اي مرحله انت تلعب؟ شايفك لابس الازرق وحاطين عليك كابتن، هل انت مختارين الكابتن؟ نعم. كابتن فريق العشر سنوات؟ نعم. زين كلمني ليش اختاروا كابتن بالذات انت من بين الفريق؟ قديم. يعني انت اقدم لاعب موجود. كلمني عن التمارين، شنو تاخذون التمارين؟ شنو المدرب يحرص بالتمارين يعطيكم؟ هل اللياقه ولا يعطيكم تمرير واستحواذ؟ شنو اكثر التمارين اللي نركز عليه؟ استحوار، تشويت، باصات، تقسيمة. إذن يعني الاستحواذ والتمرير والباصات والتقسيمة. كلمني عن مباريات لعبتها، في مباريات لعبتها خلال الموسم اللي طاف أو هذا الموسم؟ إيه. أمام منو كانت أفضل مباراة لعبتها؟ السالمية. أمام السالمية. شنو ودك تصير لك كبرت في المستقبل كونك أنت الحين كابتن وبنادي الجهرة؟ شنو حلمك توصل مع نادي الجهرة من خلال تواجدك في النادي وتلعب كرة قدم؟ إن شاء الله أصعد المنتخب. إن شاء الله نشوفك المنتخب. زين الميداليات اللي نشوفها على صدرك، شنو سالفة الميداليات هذه؟ كلمنا عنهم. نادي الكويت معطيني إياها وأكاديمية سلتك. شو السبب؟ شنو كنت مسوي وقتها؟ كنت لاعب زين وعطوني. النجم عبد الله صامل، بالبداية يقول لي وين تلعب بالفريق؟ مدافع هجوم ولا نص؟ هجوم. هجوم. إذا التهديف، هل هدفت المباريات اللي أنت لعبت فيها خلال الموسم هذا اللي بدأ معانا في السنة هذه 2013؟ إيه. أمام منو؟ شنو كم هدف سجلت لحد الحين؟ حطيت ويا الكويت جول وحطيت ويا سالمية 2. إذا 3 أهداف، يعني ممتاز من يعني المباريات اللي لعبتها. كلمني شنو ودك توصل؟ منو من اللاعبين اللي أنت ودك تكون نفسه في مركز الهجوم؟ ودي أوصل المنتخب وودي أصير نفس عبد الرحمن عواد. النجم تركي فيصل، البداية يقول لي مركزك بالفريق وين تلعب؟ وسط. تلعب بالوسط. شنو المسؤوليات اللي عليك في النص؟ هل أنت من مسؤولياتك تكون تقطع كور، تمرر نص متأخر ولا متقدم؟ أقطع كور. قول لي منو من اللاعبين اللي يعجبونك خارج الكويت، من اللاعبين اللي أنت تحبهم؟ كريستيانو. إذا معناتها تشجع مدريد ولا برشلونة؟ مدريد. إن شاء الله نشوفك من اللاعبين المميزين، تكون مثل كريستيانو أفضل، ما يكون لا توك صغير. إني يالك عرض تطلع برا تهد الجهرة ولا لا؟ لا. النجم عادل جاسم محمد الشمري، بالبداية ما راح أقول لك وين تلعب، شايف على صدرك ميدالية، كلمني عن هذه الميدالية ليش ما أخذها؟ عشان كابتن مفيد شافني زين وقاعد ألعب. يعني شافك زين، كان في بطولة ولا مهرجان ولا شنو بالضبط؟ مهرجان. وين هذا المهرجان كانوا مسوينه، خارج النادي ولا داخل النادي؟ خارج النادي. خارج نادي الجهرة. قول لي بالنسبة حق يعني مركزك بالفريق، شنو المركز اللي انت قاعد تلعب فيه وشنو التمارين اللي قاعد يعطيك اياها المدرب عشان تطور من مستواك؟ مركزك داخل الفريق والتمارين اللي قاعد يعطيك اياها المدرب. العب مهاجم واتمر. التمارين تشوف ان المدرب قاعد يخصك فيها كونك انت مهاجم ولا مع التقسيمة قاعد تاخذ التوجيهات من المدرب؟ مع التقسيمة. التقسيمة. سجلت اهداف خلال هذا الموسم كونك مهاجم، وامام منو افضل هدف انت تشوفه وحبيت يعني هالهدف اللي سجلته خلال هذا الموسم؟ ميسي. هدف ميسي؟ انا اسالك اهدافك انت، ابي اهدافك. ميسي راح يصير احسن منه، بس ابي اهدافك انت، شنو افضل هدف سجلته هذا الموسم؟ دبل. دبل كيك. امام منو كان؟ قاعد نلعب تقسيم هني. تقسيم هني في المباريات الرسمية سجلت؟ ايه. امام منو؟ السالمية والجهرة الكويت، الكويت مرتين والنصر. النجم فهد حباب، بالبداية يقول لي عن التمارين اللي قاعد تاخذها من المدربين واهتمام المدربين، شلون صاير اهتمامهم؟ هل حريصين على انه يعطونكم ساعات مكثفة؟ هل قاعد يتصلون عليكم في حال غيابكم؟ ابي الاهتمام هذا تنقل لي للمشاهدين. كل يوم عليهم يطورون مستوانا مع بعض، كل يوم يخلونا من أفضل إلى أفضل، تبيناتهم الحمد لله والله طيب،
في هناك جائزة تقدم من قبل المدربين أو الجهاز الفني والإداري في الفريق للاعب الملتزم بالتمارين والملتزم في الحضور واللي يكون مستواه طيب خلال الأشهر؟ نعم. شنو قاعدين يعطونكم خلال هذه الأشهر؟ في مثلا ميدالية ولا يكون مكافأة طلعة ولا يكون مبلغ؟ شنو بالضبط؟ مكافأة. مكافأة. كلمني عن بالنسبة حق المركز اللي أنت تلعب فيه، شنو المركز اللي تلعب فيه وعن المباريات اللي لعبت فيها الموسم، شنو أفضل مباراة لعبت فيها؟ ألعب في خط الوسط، وهو لعبت أفضل مباراة لي مع مباراة خيطان. مباراة خيطان. كلمني شنو ودك توصل في المستقبل، وشنو من اللاعبين اللي ودك تكون نفس مستوى سواء من الجهرة أو خارج نادي الجهرة، من اللاعبين اللي سواء كانوا يلعبون أو لا زالوا يلعبون بالفريق الأول؟ أنا أصير أفضل لاعب الكويت. في لاعب بالك ودك تكون مستوى سواء بالنادي الجهرة أو خارج نادي الجهرة؟ فيصل زايد. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون للاعبين قدوة، فما بال إذا كانت هذه القدوة من أبناء النادي والحاضر دائما معهم في التمارين الكابتن فهد باجية. بالبداية نقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك، ومشكورين على حضوركم وتغطيتكم، الصراحة النادي تشرف فيها. كابتن فهد، يعني أنا عرفت أنك أنت حريص دائما تكون متواجد هنا مع تمرين الصغار، فئة البراعم والناشئين، كلمني حرصك على هذا الشيء من وين؟ والله شوف، هذا الشيء يعني جاني من موقف، والموقف هذا يعني ما أنساه طول عمري. يمكن لما كنا صغار كنا نشوف اللاعبين اللي يلعبون فريق الأول، كنا ودنا نوصل فريق الأول ونلعب يعني ونمثل أهل الجهرة والناس تسولف عنك وتوصل يعني أعلى المواصيل. أنا أذكر مرة كنت يمكن تحت 15 أو تحت 14، وجاء الكابتن عبد الرحمن السربل تمرني أنا، كان هو وقتها يعني هو الحين مبدع، بس كان وقتها بقمة إبداعه مع المنتخب الأولمبي وكان كابتن المنتخب الأولمبي. فلما جاء تمرني أنا تحسيت أن هذا لاعب كبير، لازم أنا أبني نفسي صح عشان أصير أوصل مستوى وأصير أفضل من يعني من مستوى. فيمكن هو لو تسأل الحين يمكن ما يذكر التمرين، هو تمرني أنا تمرين واحد، فهذا أعطاني دافع. فأنا أشوف نفسي الحين لما أنا وصلت فريق أول، والحمد لله توفيق من رب العالمين، وصلنا للمرحلة هذه، فلازم احنا ندعم عيالنا اخواننا الصغار. يعني مو بس انا اتمنى من اللاعبين الثانيين يمكن عندهم اشغال، بس انا صراحة قبل التمرين مرات اجي قبل التمرين نص ساعة اشوفهم يتمرنون العصر، اجي اشوفهم اشوف تمرينهم، اعطيهم نصايح، احاول اني انا اللاعبين يعني اللاعبين احسهم مثل اخواني واكثر من اخواني. فلازم هذا احسه واجب علي، اني لازم اقدمهم اقل ولو على الاقل نصيحه بس، مثل لا تدخن، خليك زين بالمدرسه، تمرن. هذا بس لما اشوف هو نفسه، لما اشوف ان اللاعب هذا اللي جاي من الفريق الاول يقول له، فهو يحس ان هذا كلام صح، فراح يطبقه. احنا رفعنا اسم بلدنا، اسم بلدنا، وكنا قدوه للي بعدنا، للي بعدنا، اجيال ورانا تتبع خطانا، أجيال ورانا تتبع خطانا، باسم الرياضة. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون المدرب دور في صناعة النجم، مع الآن غلفيص العجمي مدرب لفئة البراعم 2003-2002، له خبرة 20 سنة في التدريب، ومن اللاعبين السابقين أيضا البارزين في نادي الجهرة. البداية يقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك، طول عمرك سلمك. كابتن غلفيص، نبي نعرف يعني فئة حساسة، نبي نعرف الحصص التدريبية اللي تحرص على أنها تكون موجودة لهذه الفئة السنية. والله أول شيء نشكركم على الحضور. بالنسبة للحصص، إحنا عندنا 4 أيام، يوم سبت واحد واثنين راحة وثلاثة الأربعاء، هذا تمارين اللي إحنا ماشيين عليها. في عندنا عمر 2005-2006-2007 نعطيهم ساعة، 2003-2004 لا ياخذون تقريبا ساعة ونص. هذا باقي الأمور كلها أمور تكتيك، ما في تكتيك، ما في يعني تكنيك، أمور مهارية، أمور اللي هو أساس اللاعب نفسه، الباص، الاستلام، التسليم، الرفع، الشوت، شلون يوقف الملعب، هذا بحالة الدفاع، الهجوم، هذه الأشياء اللي احنا نحرص عليها، لأن هذه الفترة اللي هو يحتاجها الحين.
الجانب نقول المهاري، الجانب أساسيات الكرة، أما الجانب يعني نقول اللياقة، هذا يأتي فيما بعد. صحيح، اللياقة يعني بعد ما يروح حق المرحلة يمكن ينتقل ل 12 ل 14 ياخذ يعني حصص بسيطة لحد ما يوصل 16 18، طبعا تكون عليه أكثر لياقيا وبدنيا، لكن هذا العمر لا، العمر يحتاج إلى شغل تأسيس لاعبين اللي هو الباص، الاستلام، الرافع، الأشياء هذه المهمة، الكنترول الكرة، شلون يوقف بالملعب، هذا أهم شيء. وبعدها يتدرج، لأن العمر هذا 8 سنوات، 9 سنوات، 6 سنوات، 7 سنوات، ما تقدر تسوي له اللياقة والأمور البدنية هذه، له شغلك، كل شغلك يعني ساعة، ساعة ونص بالكثير على شغل مهارات، يمكن أول بداية الحصة 30 دقيقة، وبعدها 30 دقيقة ثانية تسوي لهم تقسيمة. أتعرف اللاعبين دائما يحبون يستأسون، يحبون إنه والله دائما الكرة وياهم، هذا أهم حاجة. كابتن غلفيص، الخبرة لازم نستغلها بسؤال، أنت لعبت وفي جيل يعني كان وقتها يوم تلعبون النجوم على دكة الاحتياط أكثر من اللي داخل الملعب في جميع الأندية، اليوم شلون نوجد نجم يعني خصوصا بنادي الجهرة تحديدا لمستقبل الكرة الكويتية ولنادي الجهرة مع غياب النجومية؟ اليوم نشوف لاعب معين في الفريق غاب، الفريق كله نزل تحت، شلون نخلق نجم؟ كلامك صحيح، تبي تخلق نجم، هذا الشغل هني مرحلة التأسيس. إذا كل الأندية تشتغل في هذا الأمر وصير اهتمام من الاتحاد أساسا من الأندية والهيئة، صدقني راح تلقى كل النجوم. اليوم احنا اشتغلنا هذا الشغل الأساس عندنا، مو اليوم، هذا الشغل يمكن تقريبا 6-7 سنوات. اليوم في لاعبين وصلوا للفريق الأول اللي خذوا بطولة الدوري الرديف، اللي خذوا المرحلة 21 دوري وكاس، هذول شغلهم كلهم البراعم اللي تحت. اليوم موجودين تقريبا 12-13 لاعب كلهم اليوم يخدمون الفريق الأول. تبي تشتغل على هالموال انت راح تلقى لاعبين، تبي تقول والله على البركة، هذا وضعك صاير هالشكل. السيد مبارك مطوطح، مساعد مدير قطاع الناشئين لكرة القدم في نادي الجهرة، بداية نقول لك يعطيك العافية، ودنا نعرف مسؤولياتك في هذا المركز والإداري في نادي الجهرة. أول شيء رحب ببرنامجكم نادي الجهرة، صراحة نادي الجميع لكم. مسؤولياتي طبعا هو متابعة اللاعبين، تجهيز الملابس لهم وتجهيز الباصات، متابعة اللاعبين في حتى في المشاكل، يعني احنا نتابعهم في المباريات والتمارين عشان نتابعهم في اي مشكلة، او سواء مع مدرب مع حكم مع هذا، احنا نكون متواجدين، وهذا اهم شيء عندنا صراحة. بخصوص هذه الامور طبعا هي دائما تكون لاولياء الامور يعني اهتمام في هذا الجانب، هل انت تشوف انه يعني النادي ممكن يكون بيت ثاني للاعبين، وايضا من ناحية الدراسة، من ناحية الجوانب الأخلاقية كعادات سيئة تحرصون وتتابعون هذه الأمور للاعبين؟ طبيعي صراحة، يعني شوف احنا أول شيء قبل مرن اللاعب على كرة القدم صراحة عندنا أهم شيء يكون الأدب، هذا شيء مهم صراحة، هذا شيء عندي أساسي أنا، يعني إذا اللاعب مو مؤدب أنا ما استقبله عندي أصلا، لأن لازم يكون إنسان مؤدب ومحترم ونقدم مستوى طيب، ما عندنا مشكلة، حياها الله في النادي الجهرة، لكن يعني في قلة أدب هذا احنا ما نقبل فيه، ولا حتى مجلس الإدارة ما يقبل في هذا الشيء. أنتم بحاجة للدعم الأكثر من مجلس الإدارة لهذا القطاع، قطاع الناشئين، أم مجلس الإدارة مكفي وموفي؟ وين كان في حاجة أو نقص من جهة معينة يا ليت تذكر لنا إياها؟ حقيقة يعني مجلس الإدارة مو مقصر صراحة، والله يعني ما عمره ما طالبنا من شيء، الا مو مقصر كل الاداره، لكن ما يمنع ان الدعم يجي من برا، هذا نادي الجهرة ونادي الجهرة كله قوه، فالمفروض ان من الشركات او من اهل الجهرة اللي عندهم يعني شركات انهم يشاركونا في دعم هذا النادي لاولادهم يعني كلهم، فما نستغني طبعا. سيد يوسف العنزي، مدير قطاع الكرة في نادي الجهرة وعضو مجلس الإدارة، بالبداية نقول لك يعطيك العافية، ما شاء الله شفنا هذين اللاعبين والمدربين مشتهدين مع أبنائنا في نادي الجهرة، كلمني عن مسؤولياتك ودورك مع هذه الفئة من اللاعبين في كرة القدم السن الصغير اللي شفناهم خلال حلقتنا هذه. بسم الله الرحمن الرحيم، بداية أحب أشكركم على تواجدكم، وهذا يدل على اهتمامكم في أبنائنا الشباب، لله الحمد بداية تولينا المهمة إدارة الجهاز في كرة القدم نادي الجهرة، حرصنا أن تكون من أهم سياساتنا كمجلس إدارة تكون الاهتمام في القاعدة. لله الحمد أنا عندي الحين المراحل السنية اللي هي من 2004 إلى 2007 65 لاعب متواجد حاليا، وعندي الفريق الـ 12 لله الحمد الثاني
وينافس على المركز الاول، فكان اهتمامنا يجل اهتمامنا في هذه المرحلتين ان شاء الله لله الحمد، بالاضافة الى ذلك الفريق الاول والمراحل السنيه، لكن كان اهتمامنا الاساسي في هذه المراحل السنيه. سيد يوسف، يعني ما اخفيك، يعني اليوم دائما هاجس الانديه كلها اليوم الملاعب، هل الملاعب اللي متوفره معاكم تكفي للاعداد اللي معاكم والفرق الفئات السنيه، ام محتاجين ملاعب اكثر، محتاجين من الدعم من الهيئه توفير ايضا يعني من اجل ايجاد ملاعب جديده للجهره؟ وهذا المشكله اللي قاعد تواجهنا اخوي الحين، انها يعني انت شايف مثل ما انت شايف 65 لاعب عندي في المرحله الواحده، المرحله الثانيه 30 لاعب، عندي تقريبا 7 إلى 8 فرق، عندي ملعبين في نادي الجهره من غير الاستاد، يعني 3 ملاعب، هذا المشكله اللي قاعد تواجهنا، نتمنى من المسؤولين الالتفات لهذه المشكله، بناء نادي ثاني نادي الجهره، كمحافظه ككثافه سكانيه نحتاج نادي ثاني امانه، الملعبين ما قاعد يكفون، الملعب الاول انت تدري الفريق الاول والرديف، لكن الملعبين الثانيين قاعد تشوف المراحل كلها، يعني قاعد ننسق كثر ما نقدر، تمرين يتاخر، تمرين مبكر كذي، هذا تنسيقنا مع المدراء الثانيين الاخوان اللي ماسكين قطاعات الناشئين والشباب. كونك مدير يعني للكره في قطاع الكره في نادي الجهره، نبي نعرف هل في توجه لمدرسه معينه يعني من اجل القاعده هذول الصغار، مدرسه اوروبيه برازيليه كويتيه مخلوطه مع شيء من الخبره وشيء من الاحترافيه؟ لله الحمد احنا كان بدايتنا كلهم ابناء النادي، يعني امانه كابتن غلفيس، الكابتن ناور، كلهم ابناء النادي، كابتن سلامه، كابتن مطير، كلهم ابناء النادي، لعيبه النادي، طعمناهم في المدرسه الغزلافيه، عندنا 3 مدربين لاربع مدربين يغزلاف وصرب، يعني كان هذا توجهنا وهذه سياسه النادي، ان تكون المرأة جميع المراحل مدربين وطنيين، اضف الى ذلك نطعمهم في مدربين يغزلاف وصرب. لله الحمد انت شايف يعني وضع الكره في نادي الجهر لله الحمد من احسن لاحسن، ونوعد الجمهور ان شاء الله في السنوات القادمه راح تشوفون ان شاء الله المدارس هذه راح تنجز شيء ان شاء الله باذن الله تعالى. أعزائي المشاهدين، دائما ما يكون للأسرة دور في دعم الأبناء وتوجيههم اتجاه الرياضة، مع الآن والد لعدة لاعبين ما شاء الله في نادي الجهرة نشمي نومان الفضل، بالبداية نقول لك يعطيك العافية. الله يعافيك، الله يعافيك. يعني سيد نشمي نومان، نبي نعرف يعني توجهك بالأبناء اللي موجودين في نادي الجهرة للعبة كرة القدم، هل كان باختيار منهم أم بتوجيه منك واختيارك أنت لهم لهذه اللعبة؟ والله بالأساس كانوا هم يحبون اللعبة يعني من صغر، وكانوا في الأكاديمية، أكاديمية حسن أبل، وما قصروا صراحة ويانا الأكاديمية لما أصقلوهم وصقلوا موهبتهم، وما شاء الله كانوا جاهزين وجبتهم حق نادي الجهرة، ليش إني أنا من أهل الجهرة وحبيت أنهم يخدمون ناديهم في المجال. أنا غني عن تعريف سيد نشمي نومان الفضلي لوجود عائلة رياضية تنتمي لنادي الجهرة، نبي نعرف يعني بعد الأكاديمية هل أنت تشوف أن وجودهم بالأكاديمية وبعد ذلك في نادي الجهرة كان له دور أن يكونون الآن موجودين في نادي الجهرة، يعني للأكاديمية دور، لأن احنا كان لنا يعني زيارة للأكاديميات، نبي نعرف هذا رأيك في هذا الموضوع. طبعا الأكاديمية فادتهم إفادة طيبة يعني صراحة، ومن هالمايك أشكر مدربينهم اللي أشرفوا عليهم، الكابتن حسن المهنة والكابتن أحمد الغاضي وجميع المدربين اللي هناك، والأخ منصور أبل ما قصروا وياهم، يعني صار لهم تقريبا 3 سنوات واستفادوا وجبتهم جاهزين حق النادي، وحبيت أنهم يستمرون كلهم يلعبون بالبراعم الحين وبناديهم يعني نادي الجهرة. انت شايف نادي الجهرة بامكانيات اللي موجوده عنده هل تشوف انها كافيه ولا محتاجين ايضا يكون في يعني لهم مراكز وملاعب غير هذه الملاعب اللي موجوده الان؟ والله الجهرة منطقه كبيره ويحتاج لها صراحه نادي ثاني، يعني مو نادي واحد صراحه، مو مقصرين الاداره والمدربين بحسب الامكانيات وكذا، لكن يحتاج له نادي ثاني صراحه. احنا ناشد الهيئه، هيئه الشباب الرياضه، من هالمنبر محتاج يعني ناشدهم ياسسون نادي ثاني، يعني جهره كبيره يعني محافظه كبيره. والد اللاعب فهد حباب المطيري نقول لك يعطيك العافيه، بالبدايه ودنا نعرف سبب يعني تسجيل ابنك في نادي الجهره، هل هو لقربه من المنزل ام لحبكم لهذا النادي ويعني شايفين الاهتمام موجود من المسؤولين والمعنيين؟
بسم الله الرحمن الرحيم. بداية نشكركم على هذه الزيارة. وبالنسبة حق تسجيلنا، لأن احنا يعني من سكان الجهرة ونادينا طبعا، وعلى قولتك وغريب من المنزل، والله الحمد يعني نادي يشجع، من أنديتنا تشجع على يعني المشاركة. الإمكانيات يعني أمانة لو كان اللي شفتوها يعني مو على ذاك المستوى، ولكنهم الجماعة يعني الاهتمام سواء من الجهاز الفني أو الإداري، أنا من دائما يعني تقريبا بالتمرين أحضر أشوف فيه اهتمام، والاهتمام هذا يشجع أني يعني أستمر التسجيل ابني في نادي الجهرة. ومثل ما تشايف حتى الفريق الأول بنادي الجهرة يعني من الأندية المنافسة، ويعني ومجلس إدارة نادي الجهرة ما شاء الله عليهم يعني ملبين يعني أو لهم اهتمام في لعبة كرة القدم بالذات، فمن هذا الأسباب أنا سجلت ولدي في النادي. يعني أنا ودي أعرف اهتمام الجهاز الفني والإداري معاكم أنتم كأولياء أمور، هل ينبهونكم على حال مستواهم يعني داخل النادي، إذا في حال تغيب عن التمارين، في حال أنه يسألون عن حالته الدراسية ووضع الدراسي، هل قاعد يستخدمون مع أسلوب التشجيع العقاب والثواب عشان أنه إذا كان مهمل دراسيا يشجعون أنه يحرص على أنه يعني يزاول دراسته مثل ما يزاول رياضته؟ والله بالنسبه حق اهتمامهم انا ملاحظ يعني مثل ما هم مهتمين في الجانب الرياضي والتدريب، ايضا في مستقبل الولد في دراسته عندهم اهتمام، والدليل ان فتره الاختبارات اللي صارت يعني عطموا العيال بريك وقالوا لهم يعني بامكانكم يعني الاسبوع القادم نخلي التدريب يوم ويومين ترك، ومع ذلك اليوم هذا اللي هو اختياري مو اجباري للولد انه يحضر، معطينهم يعني جانب الاهتمام في دراستهم، وهذا الشيء يحسب لهم يعني هم مراعين الجانب هذا الدراسي حق الولد. ومثل ما قلت لكم بالنسبه حق التمارين وكذا واهتمامهم، على شك والله الدليل النادي الجهرة او الفريق هذا تحت 12 سنه الان ترتيبهم تقريبا الثاني او الثالث في الدوري، ما خسروا المباراه ونسبه تسجيل عاليه وينافسون حتى على البطوله، وهذا يرجع الاهتمام للجهاز الفني. والد اللاعب سيف وسلمان الخالد، بداية نقول لك يعطيك العافية، قاعد نشوف ما شاء الله أبنائك يلعبون في نادي الجهرة، كلمنا عن اهتمام الإداريين والجهاز الفني والإداري داخل نادي الجهرة كونهم هذه السن يعني حساس سن صغار من ناحية متابعتهم وياكم، سؤالهم لكم يعني عن وضعهم الدراسي داخل البيت، غيابهم عن التمرين، نبي نعرف هذا الاهتمام. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء الأخ فيصل كريم مدير قطاع الناشئين هنا مو مقصر، يعني حتى بالاختبارات قاعد يوزع عليهم مراجعات امتحانات، قاعد يتابعهم بالتليفون، يدق إذا كان في غيابات منهم أو شيء. أول ما يهتمون فيه هو العامل الدراسي، يعني أول ما يسأل عن دراسته، وهني هم مسوي لهم شغلة حلوة أن قاعد مثل ما تقول يهدونهم، إذا ما تنجح لا تجي النادي. إيه يعني قاعد قبل الاختبارات قال لهم اللي ما ينجح ويجيب شهادته ونشوفه ناجح لا يتمرين كلش، فهني مو مقصرين يعني. والله كنت يا يسألك عن الجانب الدراسي، لكن مدام هذا التشجيع قاعد يصير، في ناس وايد قاعد يعني تقول من أولياء الأمور بأن الرياضة يعني تبعد الولد عن المستوى الدراسي، هل هذا الكلام صحيح، أو أنه تخلق بيئة في النوادي بيئة غير صالحة يكتسب أمور سيئة؟ نبي نعرف إجابتك في هذا. لا لا هذا كلام مو صحيح. شوف هذه الرياضة هواية، إذا عندك هواية تقدر تنسق بين دراستك وهوايتك ما في أي مشكلة، وهذا ترجع لولي الأمر، إذا كان ولي الأمر متفهم ويعرف عن الشيء، إنه الحين هذا إحنا فترة امتحانات وعيالنا قاعد يجون تمرين ويذاكرون وموزع يومه وعادي طبيعي ما في شيء. الجانب الأخلاقي، رغم إن أنا ما شاء الله شفت هنا وقت الأذان صلى وصلاة المغرب وكذا، الجانب الأخلاقي لأن الناس مو تحديدا على نادي الجهرة، على الأندية كلها يعني يقول إحنا نخاف من بيئة النادي، تعلم الولد أمور غير طيبة وأمور ما يعني ما نبي يتعلمها. شوف إحنا أنا ما أتكلم عن الأندية الثانية، أنا أتكلمك عن نادي الجهرة. أنا من شهر 7 من بداية التمرين 15/7 لهاليوم أنا يوميا موجود بالتمرين مع عيالي، فاللي قاعد أشوفه من الإداراني إنه يحرصون عليهم، يتابعونهم، لما يخلص التمرين يروح معهم غرفة الملابس ويشيك عليهم لما يبدون ملابسهم، وقت الصلاة يوقف الكل يصلي، الكابتن أو المدرب الفريق يحثهم على الصلاة حتى لو كان صغار بدون وضوء مو مشكلة، بس إنه يتعلم من الصغر يعني صغار، بس يقول تعال صفوا صلوا كذي، فبالعكس يعني ما في مشاكل يعني.
أنا شايفك مهتم وايد في موضوع الرياضة، وإن أبنائك ما شاء الله مسجلهم في اللعب وهم صغار يعني في كرة القدم. برنامجنا اسمه نجوم المستقبل عشان إنه يكون عندنا نجم للكرة الكويتية بالمستقبل. شنو المطلوب؟ أنت شنو شايف مطلوب كولي أمر؟ شنو الشيء اللي ناقص عشان يكون عندنا نجم موجود؟ والله إحنا نطالب الهيئة بالدعم، بس إنه يعني كمنشآت كدعم مالي يعني لازم تدعم عشان تأخذ، أما إنه هالوضع هذا صعب. نصيحتك أخيرا حق أولياء الأمور اللي يشاهدونك عبر برنامجنا برنامج نجوم المستقبل اللي يخافون على عيالهم من بيئة الأندية؟ والله أنا أقول إن الأندية أصلح لهم من برا، الأندية أصلح تحت عين ناس وناس يتابعونهم ويخافون عليهم، وبالعكس بالنادي أضمن له من مكان ثاني يروح. وصلنا معاكم أعزائي المشاهدين إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أتمنى أنكم استمتعتوا مع أبطال القصر الأحمر في نادي الجهرة. ألقاكم بالأسبوع القادم بحلقة جديدة من برنامجكم نجوم.